طلاب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو نواصل في شرح مقرر التحكم الآلي الأوتوماتيك كنترول، وهنا نحن في الشابتر 3 Performance of Feedback Control System. هنا عندنا example. قبل هذا الاكزامبل كله تكلمنا على step response، كنا تكلمنا على step response وعلى الامبالسي وعلى الامبالسي response. يعني هذا الاكزامبل سنحاول أن نرى فيه العلاقة بين step response والامبالسي response. The impulse response of a first order system is given below. يعني عندي هذا impulse response of a first order system. نذكر أنه the first order system هو يعني في شكل k على ts زائد واحد. Impulse response يعني الانبوت هو delta of s والoutput هو c of s. We will find and investigate c of s given that the input is the impulse يعني في Laplace domain equal to 1. المطلوب هو find out time constant t dc gain transfer function step response. يعني كيف نجيب step response من خلال الامبالسي response. How to do? The Laplace transform of the امبالسي response of a system is actually the transfer function of a system. هذا معلوم. Therefore, taking Laplace transform of the impulse response given by the following equation. هذا المعطى يعني هذا given في الـ example C of T هي الـ impulse response. نعلم أنه بالنسبة للـ C of T هي الـ response when my input is delta of T اللي هي الـ impulse اللي هي impulse أو في الـ time domain equal to 1. يعني we will try to find out C of S على delta of S. It will be like this. هذا بالنسبة للC of S وهذا بالنسبة للInput 1. وبالتالي C of S على delta of S هي my transfer function والتي هي بطبيعة الحال هي Laplace inverse. هي Laplace inverse للثلاثة exponential minus نص T. يعني هذا Laplace inverse. بالنسبة للثلاثة على S زائد نص خمسة I can multiply here by 2 and في المقام أضرب في 2 أتحصل على C على R هي 6 تقسيم 2 S زائد 1. Now يعني انطلقنا من الامبالس ريسبنس C of T equal to 3 E minus نص T، وكنا يعني جبنا في الشريحة الفارطة the transfer function وهي يعني 6 تقسيم 2 S زائد 1. وبالتالي بالنسبة للتايم كونستنت هو نعرفوه هو المضروب في الـ في الاس هنا، وبالنسبة للجين هو الذي هو موجود في الـ في البسط. We will try to find out transfer function. Transfer function هو بطبيعة الحال جبناه في الشريحة السابقة. CS over RS هو 6 على 2 S زائد 1. And now we will try to find out the step response. How to find out the step response from the impulse response? For step response, integrate impulse response. نذكر أنه في الشرائح السابقة قلنا أنه بالنسبة للstep response كنا شفنا العلاقة بين step response، أو لو نسوي يعني اشتقاق step response مع الزمن أتحصل على إيش؟ أتحصل على الامبالسي response. هنا العكس، هنا عندي الامبالسي response. How to get the step response؟ بطبيعة الحال إذا الاشتقاق step يعطيني الامبالسي يعني أنه تكامل الامبالسي يعطيني step response. وهنا يعني عندي الامبالس ريسبنس سي اوف تي اسوي له تكامل التي كم يعطيني هذا التكامل؟ يعني بطبيعه الحال عندي تكامل يعني بلاس كونستنت، والكونستنت نجيبوه معاه يعني نجيبوه من خلال الانيشال كونديشن. سناخذ الانيشال كونديشن ونفترض انه الستيب ريسبنس يعني قيمته تساوي صفر لما الوقت يساوي صفر، وبالتالي هذا الكونستنت اللي موجود بعد التكامل سيصبح ايكوال تو 6. وبالتالي the step response is equal very simple 6 minus 6 e minus 0.5 t. The initial condition are not known, then partial fraction expansion is better choice.
يعني اذا عندك الانيشال كونديشن غير معلوم، وبالتالي يعني عندك انت ننطلق من الترانسفير، هذه طريقه يعني ثانيه، يعني عندي ترانسفير فانكشن اذا انا اعلم الانيشال كونديشن، يعني اعرف يعني قيمه ستيب ريسبونس وين تي ايكوال تو زيرو، هذا يعني نسوي التكامل. اما اذا الانيشال كونديشن الانيشال كونديشنز ار نوت نون، يعني هنا لازم يعني اشتغل بطريقه البارشل فراكشن، وبالتالي سي او اس على ار او اس اكتبها في شكل يعني عندي 6 على 2 اس زائد 1. الار او اس هي الانبوت، وبالتالي ار او اس هي الواحد على اس، لانه احنا نتكلم على ستيب ريسبونس هنا. بالنسبه للستيب ريسبونس يعني ار اوف اس ايكوال تو 1، والمطلوب هو هاو تو كالكوليت سي اوف تي ذا اوتبوت. سو يعني السي او اس بطبيعة الحال هي ار او اس مضروب في 6 على 2 اس زائد 1، والار او اس هي 1 على اس، هذا هو الستيب انبوت. وبالتالي يعني الترانسفير فانكشن الحين اللي هي 6 تقسيم اس مضروبه بين قوسين في 2 اس زائد 1، افكها بشكل البارشل فراكشن، يعني تصبح اي على اس زائد بي على 2 اس زائد 1. وبالنسبة للA والB كنا تكلمنا على الطريقة التي يجب استعمالها كي يعني نحسب الA والB من خلال الشطر الأول لابلاس ترانسفورم. في النهاية أتحصل على A equal to 6 والB equal to minus 6، وبالتالي يعني الC of T يعني نفس الطريقة الأولى اللي استعملنا فيها التكامل، الC of T هي 6 minus 6 E minus 0.5 T. يعني I can write it like يعني with this manner، يعني هي 6 مضروبة في 1 minus E minus 0.5 T. في الأسئلة نذكر أنه في الأسئلة آخر سؤال يقول plot this step response. بكل بساطة this step response يعني when the time equal to 0 my function equal to 0 because it's man minus 1 it's 0 and when T go to infinity my function will take the final value 6 will take the final value 6 and يعني بين الفاينل فاليو والانبوت يعني ناخذ بعض النقاط and for each time I can calculate the C of T، وفي النهاية سأتحصل على a C of T أو the step response like this. This is the step response of my system. Thank you very much.